بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المستوى الثالث، برنامج التنظيم والإدارة، مقرر تطبيقات الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية. شابتر 2، كاستمر سيستم. هنستكمل مع بعض النهاردة محتويات الفصل الثاني. يونت اوف ميجرمنت، وحدات قياس الكمبيوتر، كمبيوترز كلاسيفيكيشن، تصنيفات الكمبيوتر، داتا انفورميشن اند نوليدج، ايه الفرق بين البيانات المعلومات والمعرفة، كمبيوتر فيروس، فيروسات الكمبيوتر، فايل مانجمنت ترمينولوجي، بعض المصطلحات الخاصة بالكمبيوتر. Unit of measurement، ما هي وحدات القياس المستخدمة في الكمبيوتر؟ The basic unit used in computer data storage is called a bit. وحدة القياس الرئيسية في لقياس القدرة التخزينية لبيانات الكمبيوتر هي البيت أو binary digit أو النظام الثنائي. Computers use these little bits which are composed of ones and zero to do things and talk to other computers. البت أو النظام العشري الثنائي هو بيكون من رقمين اثنين فقط، الواحد والصفر، 1 and 0. يبقى البت أو الباينري ديجيت بيكون من رقمين هما الواحد والصفر. All your files for instance are kept in the computer as binary files and translated into words and pictures by the software which is also 1 and 0. كل الملفات اللي بندخلها على الكمبيوتر، الكمبيوتر بيحتفظ بيها في شكل ملفات ثنائية بتتكون من الواحد والصفر. بعد كده لما بنستدعيها بتترجم إلى كلمات وصور من خلال الاعتماد على البرامج، والبرامج برضو متكونة من الواحد والزيرو. These two number system، رقمين بتوع النظام اللي هما الواحد والزيرو، is called a binary number system، نظام الأرقام الثنائي. الواحد والصفر بنسميهم binary number system أو نظام الرقم الثنائي، since it has only two numbers in it. يبقى اسمها نظام الرقم الثنائي، واحد والصفر، binary number system. قدامنا هنا الوحدات اللي بنستخدمها في قياس القدرة التخزينية للكمبيوتر. البت عبارة عن 0 or 1. الكيلو بايت الاختصار بتاعه كي بي، وبيساوي 1024 بايت. الميجا بايت اختصارها ام بي، وبتساوي 1024 كيلو بايت. الجيجا بايت رمزها جي بي، وبتساوي 1024 ميجا بايت. التيرا بايت رمزها تي بي، وبتساوي 1024 جيجا بايت. بالتالي لو قلت عندي 1 bit يبقى answer to an yes or no question. لو عندي 1 bit معناها ان انا بس بدي سؤال وفي اجابتين اتنين بس، yes or no، عشان 1 و 0. طيب لو عندي مساحة تخزينية بواحد بايت، طب الواحد بايت دوت هيتسع لأرقام قد ايه؟ A number from 0 to 255، هيتسع لمساحة تخزينية مساحتها او سعتها من الصفر لغاية 255، يعني تاخد من حرف لغاية 255 حرف، او من رقم لغاية 255 رقم. دي الساعة التخزينية للوان بايت. طب لو انا عندي ساعة تخزينية 90 بايت، يبقى تبقى كافية لتخزين ايه؟ enough to store a typical line of text from a book، دي كافية لتخزين سطر في كتاب. طب ال 4 كيلو بايت، 4 كيلو بايت about one page of text، دي كافية لتخزين صفحة واحدة من كتاب. طب 120 كيلو بايت، the text of a typical pocket book، دي كافية لتخزين كتيب. طيب 3 ميجا بايت، 3 minute song،
يعني ممكن ان انا اخزن اغنية لمدة 3 دقايق، يعني بتساوي 128 كيلو بيتريت، من 650 ل 900 ميجا بايت. دي عبارة عن المساحة التخزينية للسي دي روم اللي هي الاسطوانات اللي بنخزن عليها. طب 1 جيجا بايت بتساوي 114 مينت اوف انكمبريست سي دي كواليتي اوديو ات 1.4 ام بيت او ام بيت. الجيجا بايت هي عبارة عن مساحة تخزينية ساعتها 114 دقيقة لسي دي مضغوط ويكون التخزين عليه صوت. من 8 ل 16 جيجا بايت دي مساحة تخزينية لفلاشة احنا بنحطها في جهاز الكمبيوتر وبنسجل عليها او بنحفظ عليها ونخزن عليها كلمات او صور او صوت. ودي المساحة اللي تعتبر مناسبة لتخزين ملفات من انواع مختلفة. سبيد ميجرمنت، احنا اتكلمنا خلاص على وحدات قياس السعة التخزينية للكمبيوتر من اول البت لغاية التيرا بايت. طيب سبيد ميجرمنت ايه بقى؟ وحدات قياس سرعة الكمبيوتر، وحدات قياس السرعة. The speed of central processing unit CPU is measured by hertz. سرعة وحدة التشغيل المركزية CPU بنقيسها بوحدة قياس اسمها هرتز أو HZ which represent a CPU cycle. هي بتمثل القدرة التخزينية لل CPU. The speed of CPU is known as computer speed. سرعة ال CPU بنطلق عليها اسم الكمبيوتر سبيد أو سرعة الكمبيوتر. طيب ايه هي بقى وحدات القياس؟ 1 هرتز أو HZ. ال HZ دي عبارة عن ايه؟ عن دور تشغيل ال CPU في الثانية الواحدة. 1 هرتز يعني هي دورة واحدة في الثانية. طب 1 ميجا هرتز يبقى كام دورة في الثانية؟ 1 مليون سايكل بير سكند اور 1000 هرتز. يبقى لو انا عندي السرعة 1 ميجا هرتز يعني ال CPU بتعمل مليون دورة في الثانية او 1000 هرتز. طب لو 1 جيجا هرتز يبقى السرعة التشغيلية لل CPU عبارة عن 1 بليون دورة في الثانية أو 1000 ميجا هرتز. دي وحدة قياس السرعة. طيب تعالوا نروح على تصنيفات الكمبيوتر، تصنيفات الكمبيوتر أو أنواع الكمبيوتر. computer classification. computers can be generally classified by size and power as follows. نقدر نصنف الكمبيوتر على أساس حجمه أو سعته التخزينية وقوته أو سرعته. طب الـ personal computer أو الـ PC أو الكمبيوتر الشخصي. small single user computer based on a microprocessor. الكمبيوتر الشخصي بيكون حجمه صغير لأن بيستخدمه مستخدم واحد غالبا وبيستخدم وحدات تشغيل صغيرة microprocessor. in addition to the microprocessor بالإضافة للمايكرو بروسيسور أو وحدات التشغيل الصغيرة أو الدقيقة، a personal computer has a keyboard for entering data. بيكون ملحق بالبي سي لوحة مفاتيح لإدخال البيانات، a monitor وكمان شاشة for displaying information لعرض المعلومات، and a storage device for saving data. ويلحق بالجهاز الـ personal computer وحدة تخزين لتخزين البيانات. طيب في حاجة اسمها ورك ستيشن أو محطة العمل. ده كمبيوتر أكبر، a powerful single user computer. ده كمبيوتر بيكون أقوى وبرضه استخدامه استخدام فردي. ورك ستيشن is like a personal computer. المحطة العمل ديت هي زيها يعني فيها تشابه بينها وبين الكمبيوتر الشخصي. But it has a more powerful microprocessor. لكن فيها وحدة تشغيل أقوى من الـ PC and a higher quality monitor والشاشة بتاعتها بتكون دقتها وجودتها عالية. mini computer كمبيوتر صغير، a multi user computer capable of supporting from 10 to 100 of user simultaneously. الـ mini computer دوت بيستخدمه عدد من المستخدمين بيتراوح عددهم من 10 ل 100 مستخدم في وقت واحد. المين فريم
او اللوحة الرئيسية a powerful multi-user computer. ده عبارة عن كمبيوتر متعدد المستخدمين وقوي جدا capable of supporting many hundred or thousand of users simultaneously. بيتحمل ان يستخدمه مئات المستخدمين في آن واحد. طب في بقى سوبر كمبيوتر an extremely fast computer. هو كمبيوتر شديد السرعة that can perform hundreds of millions of instructions per second. بيقدر انه هو ينفذ ملايين التعليمات وملايين الأوامر أو مئات الملايين من الأوامر في الثانية الواحدة. يبقى عندي أنواع الكمبيوتر PC أو Personal Computer Workstation. الاثنين دول Single User الميني كمبيوتر مين فريم كمبيوتر سوبر كمبيوتر الثلاثة دول مالتي يوزر كمبيوتر. المور باور عندنا اللي هو المين فريم والسوبر كمبيوتر. تعال نشوف ايه الفرق بين داتا انفورميشن اند نوليدج. داتا فاكتس الداتا عبارة البيانات عبارة عن حقائق and figures بتبقى اشكال which relay something specific but which are not organized in any way and which provide no further information regarding patterns. الداتا هي عبارة عن حقائق عبارة عن أشكال عبارة عن كلمات صور أصوات وهي عبارة عن بيانات غير مرتبة ولا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار. context so data means يبقى بالتالي ممكن أعرف الداتا بإن هي unstructured facts and figures that have the least impact on the typical manager. هي عبارة عن حقائق وأشكال غير مهيكلة أو غير منظمة وبالتالي لا يستطيع المدير الاعتماد عليها في عملية اتخاذ القرار. information المعلومات for data to become information it must be contextualized. حتى يمكن تحويل البيانات إلى معلومات لابد من وضعها في شكل مفهوم categorized تصنيفها calculated and condensed إجراء الحسابات المطلوبة. information that paints a bigger picture its data with relevance and purpose. الـ information بتديني الصورة بشكل أوضح وهي عبارة عن ترجمة للبيانات لكن مع تحديد الغرض المطلوب من هذه البيانات. It may convey a trend in the environment or perhaps indicate a pattern of sales for a given period of time. بالتالي ممكن نعرف الـ information بأن هي in answer to questions that begin with such words as who, what, where, when, and how, many. يبقى بالتالي الـ information أو المعلومات هي عبارة عن ترجمة للبيانات في شكل منظم وللإجابة على مجموعة من التساؤلات هي who, من, what, ماذا, where, أين, when, متى, and how many, وكم عدد. هي دي الإجابات اللي بيجاوب عليها الـ information عشان يقدر المدير يعتمد عليها في عملية اتخاذ القرار. knowledge المعرفة possessed by individual is a product of his experience. المعرفة هي عبارة عن رصيد الخبرات لدى الأفراد and encompasses the norms by which he evaluates new inputs from his surrounding. وبرضو المعرفة بتتكون في ضوء القيم والمعايير اللي بيعتنقها الفرد في البيئة اللي بيعمل فيها أو يعيش فيها. يبقى النولج هي عبارة عن رصيد متراكم من الخبرات لدى The content of the human mind can be classified into four categories. محتوى العقل الإنساني ممكن نترجمه لأربع تصنيفات هما الداتا البيانات information معلومات knowledge معرفة wisdom الحكمة. داتا بتشير إلى السيمبلز الرموز الموجودة في ذهن كل واحد مننا. أنا لو شفت الشمس في نص السماء دي بترمز لإيه؟ بترمز إن اليوم دوت هيبقى مشرق بترمز إن اليوم دوت هيبقى حر هترمز إن احنا دلوقتي في وقت الظهر. كل واحد عنده سيمبل معين لما بيشوف حاجة أو بيسمع حاجة أو بيقرأ كلمة.
information المعلومات data that are processed to be useful هي عبارة عن المعلومات البيانات اللي تم تشغيلها للحصول على معلومة مفيدة والإجابة على التساؤلات who, what, where, and when, and how, many. knowledge المعرفة application of data and information answer how questions يبقى knowledge هي عبارة عن تطبيق للبيانات والمعلومات اللي حصل عليها الإنسان والمعرفة بتجاوب على الأسئلة how كيف wisdom الحكمة evaluated understanding يعني تقييم عملية فهم الإنسان للبيانات والمعلومات المحيطة We need to understand that processing data produces information and process information produces knowledge and so on. من الشكل اللي قدامنا أو التصنيفة اللي قدامنا دي لازم بنعرف إن الداتا بتترجم إلى information والinformation بتترجم إلى knowledge والknowledge بيتم ترجمتها إلى wisdom يعني هي سلسلة مترابطة تعالوا نشوف بقى حاجة بتقلقنا كلنا كمبيوتر فيروس الفيروسات اللي بتصيب الكمبيوتر طب ايه هو الاول تعريف الفيروس is a small piece of software هو عبارة عن برنامج صغير that piggybacks on real program بيصيب البرامج بالعطل for example a virus might attach itself to a program such as a spreadsheet program في عندنا برنامج فيروسات اسمه سبريد شيت بنلاقي ان الفيروس دوت او برنامج الفيروسات بيلزق فيه بيبوظ كل الملف الموجود عندي each time the spreadsheet program run the virus run يعني لو ما يجي مثلا برنامج السبريد شيت اللي عندي بيشتغل هلاقي ان الفيروس بيشتغل لان هو تم الصاقه على برنامج السبريد شيت and it has the chance to reproduce by attaching to other program يعني ممكن كمان ان هو يدخل على برامج تانية موجودة عندي في الجهاز وبالتالي بتضعف من قدرة الجهاز على العمل في نوع من الفيروسات اسمه email virus يعني بيجي على البريد الالكتروني an email virus travels as an attachment to email message هو بيتم إلحاقه على رسائل البريد الإلكتروني and usually replicate itself by automatically mailing itself to dozens of people in the victim's email address book والفيروس دوت عنده القدرة على ان هو يتضاعف بأعداد وبيرسل نفسه لكل الناس الموجودين على او كل عناوين البريد الالكتروني موجوده على ايميل الشخص اللي اتصاب بالفيروس في الاول some email viruses don't even require a double click في بعض انواع فيروسات الايميل مش محتاجه انت تعمل دبل كليك على الماوس they launch when you view the infected message in the preview pane of your email software بعضهم مش محتاج ان انت تعمل دبل كليك ابدا ده مجرد ان انت بس بتعمل بريفيو كده في الجنب عشان تعرف ايه المسج اللي وصلت لك مفتحتش الرساله لسه هو بيتنشط وبيتضاعف في العناوين البريد الالكتروني اللي موجوده عندك في نوع تاني صعب برضو من الفيروسات اسمه تروجن هورس السمبلي ا كمبيوتر بروجرام هو برضو برنامج دي بروجرام كليمز تو دو وان ثينج ات مي كليم تو بي ا جيم but instead does damage when you run it هو بيطلب منك انت تعمل حاجات معينة يعني يقول لك يلا نشط مثلا او حدث برنامج معين مجرد ان انت تسمع الكلام الامر البرنامج دوت يبدأ يدمر لك الملفات الموجودة على الكمبيوتر ممكن يمسح الملفات الموجودة على الهارد ديسك Trojan horses have no way to replicate automatically بس هو ما بيضعفش على الجهاز يعني ما بي مش بي يعني هو بيدمر برنامج معين بيدمر مثلا الايميل بتاعك بس لكن مش بيدمر كل الملفات الاخرى بيدمر الحاجة اللي هو راح عليها ورم ده نوع تاني من الفيروسات is a small piece of software that uses computer network and security holes to replicate itself هو برنامج عنده القدرة على مضاعفة نفسه
وبيشتغل من خلال النت. A copy of the worm scans the network for another machine that has a specific security hole. It copies itself to the new machine using the security hole. هي بتقدر إن هي تخترق التأمينات اللي ممكن تكون عاملها على حساباتك على جهاز الكمبيوتر بتاعك أو على جهاز الموبايل بتاعك، فهي بتنتقل من النت ممكن من جهاز الكمبيوتر للموبايل. And then starts replicating from there as well. بتبدأ تتضاعف. Some tips. What are some tips to avoid virus and listen their invent and listen their invents? هنشوف كده شوية طرق عشان نقدر نحاول نتجنب مخاطر الفيروسات أو نقلل من الخطر بتاعها والتأثير بتاعها. Number one, install antivirus software from a reputable vendor. Update it and use it regularly. أول حاجة نزل برنامج للفيروسات من مكان مضمون وحدثه باستمرار. In addition to scanning for virus on a regular basis, مع قيامك بإجراء مسح دوري للجهاز للتأكد من عدم وجود فيروسات، install an on access scanner. برضو سطب برنامج عبارة عن on access scanner، يعني اعمل مسح للجهاز. included in most antivirus software package. لما بتنزل برنامج فيروس انتي فيروس بتلاقي في حاجة اسمها سكان، تعمل سكان للكمبيوتر بتاعك، كومبليت سكان، سبيد سكان، المهم تعمل سكان باستمرار للجهاز بتاعك. and configure it to start each time you start up your computer. This will protect your system by checking for virus each time you run an executable file. Number three, use a virus scan before you open new program or file that may contain executable code. دايما اما تيجي تشغل ملف جديد عندك لازم تعمل له سكان قبل ما تفتح عشان تتاكد من عدم وجود فيروسات. Number four, if you are a member of an online community or chat room, be very careful about accepting the file or clicking the link that you find for that people send you within the community. إذا كنت مشترك في غرف دردشة أو بتتواصل مع مجموعات أونلاين، ما تقبلش ملفات بسهولة وما تقبلش روابط بسهولة قبل ما، لأن ممكن كل دي تكون معها فيروسات. Make sure you back up your data. اتأكد دايما إن أنت محمل الملفات بتاعتك أو البيانات بتاعتك في مكان تاني غير وحدة تخزين الكمبيوتر أو غير وحدة تخزين حتى الموبايل، يعني خليها على ذاكرة محمولة عشان منعا أو تجنب عمليات الإتلاف اللي ممكن يعملها الفيروس على الجهاز. File Management Terminology. هنشوف بقى مع بعض شوية مصطلحات كده بتتعرض ليها واحنا بنشتغل على الكمبيوتر. في عندنا على سطح المكتب في حاجة اسمها My Computer. AD, the computer is the primary storage device. هي دي وحدة التخزين الرئيسية. And it's designated drive C. هي الوحدة الرئيسية بتاعتها C. In most operating system, you can think of this as the storage room for all saved files. هي بتخزن عليها دايما الملفات المهمة والبرامج المهمة اللي بتشغل الجهاز اللي هي البارتيشن C. في حاجة تانية بنشوفها على صفحة المكتب اسمها My Document. My Document is a folder on the hard drive. هي عبارة عن مجلد موجود على وحدة التخزين الصلبة اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر أو على السيرفر. This is generally the default folder for saving file unless you instruct the computer to save the file somewhere else. هي دي المكان الافتراضي اللي الكمبيوتر بيخزن عليه ملفاتك لو انت ما اخترتش مكان تاني غير My Document. لو انت كتبت ملف وقلت له سيف ما حددتش مكان الحفظ، هيوديها على طول على My Document. فولدر مجلد. You can create as many new folders as you need to organize your file. تقدر ترتب ملفات اللي انت بتعملها على مجلد، تجمعهم كلهم في مجلد واحد. يعني عندك مثلا مجلد رقم واحد، مجلد رقم اثنين، او مجلد مثلا الخاص بمحاضرات تطبيقات الحاسب، المجلد الخاص بمحاضرات التسويق وهكذا. Folders can be placed directly on drive C. ممكن المجلدات نحفظها على درايف سي
ممكن نحطها على My Document، ممكن نحطها على الديسكتوب، على المكان اللي انت عايزه. طيب في سب فولدر او دايركتوري، في عندي مجلدات سنوية. مجلدات السنوية دي are folders inside of the other folder، هي مجلد جوه مجلد. يبقى يعني ايه سب فولدر؟ يعني مجلد جوه مجلد. طب ايه فايل؟ ملف. فايل ار كرييتد وين يو سيف ا دوكيومنت. الفايل ده بيتم انشاؤه مجرد ان انت تعمل حفظ لمستند او سبريد شيت او برزنتيشن او ويب بيج او بيكتشر او فيديو او سونج او اي حاجه، على طول بيتكون عندي حاجه اسمها دوكيومنت، والدوكيومنت دوت بيعمل لي الفايل. طب فايل تايب، ايه فايل تايب دي؟ فايل يعني نوع الملف اللي انت هتخزنه ايه. هل انت هتخزنه ب مثلا على وورد 2007 ولا وورد 2010 ولا وورد 2003؟ انت عايز تخزن الملف بتاعك على ايه؟ دايما الافضل لو انت بتعمل ملف وهتديه لحد ما انتش عارف هو بيستخدم اصدار رقم كام، فخزنه على اصدار قديم باستخدام خاصية فايل تايب. يبقى فايل تايب هي اللي بتخلينا نقدر نخزن الملفات على اصدارات أقدم عشان تقدر الأجهزة تقراها، أو إصدارات أحدث على حسب الاحتياج. File come in all type and size. Type is determined by what kind of file it's and what program created. For example, practice doc x. ده معناها إن المستند اسمه practice وده متخزن على وورد 2007. الاكس دي معناها ان ده وورد 2007. اذا وورد فايل ذات واز كرييتد يوزنج وورد 2007 او وورد 2010، يبقى ده الاكستنشن بتاعها دوت اكس. وي نو ذات بيكوز ذا فايل اكستنشن ايفري ثينج فولوينج ذا دوت از دوك فايل اكستنشن اسوشيتد ذا فايل ويز ذا بروجرام ذات كرييتد. طيب انا عايزه اقرا بقى على 2003، اروح على فايل تايب save file type as واختار word 2003، يبقى اللي عنده 2003 يقدر يقرأ. عندي كلمة file ملف وكلمة save حفظ. if you don't make any change، لو انت ما عملتش اي تعديلات على الفايل بتاعك، اعمل عليها على طول save. save the file to either default location. طيب with a default file name، طيب الاسم الافتراضي لأي ملف انت بتعمله هيسميه ايه؟ هيسميه document 1. document 1 هتحفظه بنفس الاسم الافتراضي دوت. خلاص اوكي. if the file has already been saved، لو انت حفظت الملف ده قبل كده بتعمل له سيف، لكن لو الملف بيحفظ لأول مرة بتعمل سيف as وبتسميه بالاسم اللي انت عايزه وتحدد المكان او اللوكيشن اللي انت هتخزنه فيه. طب file save as allows the user to change the location of the file and all the file name. لما احب اخزن الملف باسم جديد او في مكان جديد او بتايب جديد بستخدم سيف اس. لكن يبقى ايه الفرق بين سيف وسيف اس؟ ان سيف ان انا بخزنه لاول مره وهو بيحطولي في المكان الافتراضي اللي هو ماي دوكيومنت. طيب انا مخزناه بالفعل وعايز اغير اسمه او اغير مكانه او اغير نوعه، يبقى بستخدم سيف اس. QWERTY keyboard، لوحة المفاتيح، الجزء الخاص بالحروف. the section of your keyboard containing the standard alphabetic characters including the row of number the enter and the shift key. طيب انا لوحة المفاتيح تتكون من ايه؟ من الحروف الابجدية. في عندي الانتر اللي هو زرار الادخال، وفي عندي زرار التحويل من اللغة العربية للغة الانجليزية، والعديد من المفاتيح. المفاتيح دي اللي هي الحروف والانتر والشيفت بنسميه QWERTY keyboard. طب numeric keypad لوحة الأرقام. laid out using the same layout of the standard calculator include symbol for addition plus subtraction minus multiplication star and division slash. يبقى numeric keypad هي عبارة عن الشكل بتاع الآلة الحاسبة، عبارة عن أرقام ورموز العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. الجمع زائد، الطرح ناقص،
ضرب النجمة والقسمة العلامة المايلة اللي نسميها سلاش. موديفاير كيس، مفاتيح التعديل. ايه مفاتيح التعديل؟ اللي هي شيفت الت كنترول اف ان، are used to modify the action of other key when they are pressed at the same time. بتعمل تعديلات، ممكن بجمع ما بين مفتاحين منهم او مفتاح واحد على حسب الامر اللي انا عايزه. function key، مفاتيح الوظائف. the function key use may change from one program to another. المفاتيح الوظائف اللي هي الاف، الافات اللي موجوده عندنا دي بتغير وظائف من برنامج لاخر. يعني مثلا اف واحد كي جنرالي اوبن دي هيلب مني، الاف واحد بيفتح لنا قائمه المساعده فور بروجرام، واف خمسه كي جنرالي ريفرش دي اكتف ويندو، اف خمسه بيعمل ريفرش للنافذه اللي شغاله قدام. استكمال الكيبورد تيبس، بقية الزراير لوحة المفاتيح. عندنا هوت كيز او شورت كات كيز، عندنا مفاتيح بنقدر نستخدمها في الاختصارات لتسهيل اجراء الاوامر. يعني كنترول مع اس، لو دوست كنترول واس في وقت واحد ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كوبي هايلايت تكست اور ايميج، ان انا بعمل كوبي نسخ. كنترول وبي لزق او بيست. كنترول واكس يعني كات بقطع. كنترول وايه معناه ان انا بظلل النص اللي قدامي كله او المستند اللي قدامي كله، مستند كاملا من اول صفحه واحد لصفحه 100 لاي حاجه، ده بيعمل هايلايت everything in the document. ده كنترول وايه. طب لو عملت امر وعايز ارجع فيه في ساعتها بدوس على ايه؟ ادوس على كنترول اند سيت. في عندي مجموعة مفاتيح اسمها دايركشنال كي أو مفاتيح التوجيه، زي مفتاح اسمه هوم. طب مفتاح هوم ده بنعمل بيه ايه؟ move the cursor to the beginning of the line it's on، بيحرك المؤشر الفارة لبداية السطر اللي احنا عليه. طب ال end، move the cursor to the end of the line it's on، ده ال end دي لما ادوس عليها هيحركني لآخر السطر اللي انا عليه. طب page up page down، ده بيطلعني الصفحات فوق او بينزلني للصفحات تحت. موز ذا كورسر اب اند داون ات ديزاينيتد اماونت اوف لاينز اون ذا سكرين، ذا نمبر اوف لاينز ماي فيري ديبندينج اون ذا بروجرام. في عندي الاسهم او ارو كي. الاسهم دي بتخلي الكورسر بتاع الماوس يتحرك يمين شمال فوق تحت. طيب ادر كي، في عندي مفتاح ديليت او حذف، ده بيعمل ايه؟ ده بيمسح اي حاجة انا مظللاها مش عايزاها. في باك سبيس، المفتاح دوت لما بتدوس عليه بيحرك مؤشر الفارة للخلف وبيمسح برضو، طالما انا بحركه للخلف ممكن يمسح اي كلمات بيرجع عليها. في مفتاح انسرت، ده معناه ادخال، ان انا عايز ادخل هنا مثلا تكست، او انا عايز ادخل جدول، انا عايز ادخل هنا صورة، عايز ادخل شيب، اي حاجة عايز تدخلها في المكان بندوس على insert. في عندنا كليك. كليك دي موجودة على الماوس. press the left mouse button one time to position the cursor on the screen or to activate hyperlink. لو انا دوست على كليك شمال على الفارة بنشط بنشط الرابط ان انا موجود عليه مثلا على النت، او ان انا بحدد موقعي على الشاشه. طب لو دوست رايت كليك، يعني بدوس يمين الفاره، بريس رايت كليك باتون وان تايم تو، مره واحده لو دوست عليه مره واحده، تو اوبن بوب اوت فور كونتكستوال مني فور ايتم كليك، ده بفتح قائمه صغيره بتديني مجموعه من الاوامر. طب لو عملت دبل كليك بس من الناحية الشمال على الماوس، ده بيعمل لي select word، أنا بيظلل لي كلمة أو بيظلل لي سطر. لو عملت دبل كليك على شمال الفارة ممكن يفتح فايل أو يفتح برنامج. طيب click and drag
position the cursor at the beginning of the text. لو انا عملت كليك على الماوس وسحبت الماوس كده بيبدأ يظلل لي النص اللي انا بسحب عليه لغاية مكان ما بقف، مجرد ما اعمل ريليز للماوس هلاقيه المكان كله اتظلل او عمل له هايلايتد.